هاي من أقدم وأعرق القهاوي الموجودة هنا، يعني بحيث هالقد ما غالية. هاي صاحب أبو القهوة عنده هاي الفراري مالته، فهسه احنا راح نفوت بأغلى قهوة. اليوم راح اراوي اللعب مالتي. هو تحداني طبعا، هو تحداني قبل ما يوصل اسطنبول. قال لي شلونك بالطوني متى بامريكا؟ قلت له تعال ونشوف. هاي صحيح، وين راح نجرب؟ هاي صحيح، وين بدك تجرب؟ بنجرب بأقدم وأعرق قهوة موجودة بتركيا، اسمها علي بابا. طبعاً هلا علي بابا وصلت الفكرة. علي بابا ويجي بيها أردوغان وكل الرؤساء بحيث جماعة. حلو باع الخبش يسوي باع. طبعاً العصاير صغير بحيث لما تفوت عبالك أنت فايت المحل مال بقالة. راح اراويكم هاي العصاير هنا، العنب والهاي كله يسوي فيها عصاير فريش. اذا زين هذا اذا ابو قهوه يستعد تقيسه محل ابو بقاله. ابو قالت هناك قهاوي حل بحار، فقررنا نبعد القهوه. فقال لي احمد راح اوديك القهوه ماكو مثلها باسطنبول، وبالفعل هذا هنا هو في الطابق الثاني فوق خرافيه، كلها حلوه، طريقه الديزاين وطريقه الاعمار، حتى الريحه هنا مختلفه عن اي قهوه. اذا مو يم العلم العراقي يعني ما اقدر اقول. العلم العراقي ما اتخيل حياتي بدون العلم العراقي، يعني هذا على راسي. طبعا على مود ابين لكم جماعتنا العراقيين. زين وغير هو يشيلها، انت ليش تشيلها؟ ما انا من هو يشيلها. يلا ما لدوخ لدوخ، يلا هي اصلا ما طيبه. وين راحت احمد؟ هذا صاحبك جبت لي وقلت لي حارث، وحارث وخريج ما اعرف شنو فندق او سياحه. يلا راح الشر راح الشر. لا لا شنو عادي، كلش عادي، لا تنحرج احمد. احمد نشوف الباب اللي ورا تنفتح. يا بس تصير تصير لا هذا يغسلنا. زين تتراهن يعجبك. يلا احنا التحدي واضح وصريح صار. اليوم راح اشتغل فرنسي، هو يمي العلم العراقي، انا يمي ابو قطر ابس ويمي فرنسي، فاليوم راح اشتغل فرنسي اليوم. زين استاذي خلينا نشوف بدايتها. يلا نورك. زين ما قلنا من شنو؟ يلا افنى على اللعب احنا، هي راح تبين من هاي الشباب. هاي شو هاي اختار؟ هاي البنج وهاي البنج. زين هاي البنج وهاي البنج. هلا في درجة هاي. احنا باعوا الاعتراف سيد الفضيلة حمودي، احكي بختك وضميرك. والله عمين اعترف بالهزيمة. زين يعني نعترف بس شنو؟ خطة جاية منه 5-3 خطة جاية منه، وصلنا هواي ما شايف فيه يعني. ما هو ما شفت ايش قد كفر لما كسع يجي يكاد. لا ماكو دليل ماكو دليل. ايش اخونا يوسف اذا قال كفر. يوسف 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 مو يم السالفه. يوسف اليوم يوسف ويانا من كوبا، هو صديقنا الجاي. بس احنا اليوم قاعدين بقهوه كلش حلوه باسطنبول. حمودي كان ويانا خسر ما قام يقول اسم الله اسم الله. طعم الخطا جاي منه. الكنافه طعم غير شكل، هذه ما ضقناها طبعا مذوقه. ثلاث اربع طيارات ما اعرف.
احمد تحداني وانا قبلت التحدي، بس هو عزيز علي يعني. هاي طبعا طيبه كلش، ما اعرف اسمها شو اسمها. هي سوفلي. لا هي شو بس سوفلي؟ سوفلي سولف لك بعدين. سوفلي بعدين. بدايه اللعب قلت لها انا قاعد يم العلم الفرنسي، واليوم راح اقبط لك اياها فرنسي. ما ادري راح اخليها هاي مال فرنسي، ما ادري اشيلها ما ادري. قهوة علي بابا من اقدم القهاوي. احمد قال لي حتى اردوغان يجي هنا. الطريقه اللي يقدمون بها الاكل والمراقيل كلش طيبه وكلش خرافيه. الدزير طعم ثاني. الحلو بهذا المحل الاضاءه والثريات كلش حلوه. بس ليس على اسم القناة مالتي، هي بس حنتوشيات يعني. هي سوي قدام الكاميرا. هاي هو صار رقم 99 بهذا السبسكرايب. هسه راح يراويكم شنو هو السبسكرايب. شنو حمراء حارث سكت الوقت كله، ولما نطق برقم 99، فراح اسجله بالتليفون. حارث 99. He's number 99 subscriber. So I'm missing just one. شوفكم شلون تسوون سبسكرايب. لما تسمع الموسيقى تيلين، لما نقف تسمع بالنص اكو موسيقى، اذا اكو فتشي كل اللي حمتوشيات. لما تسمع اكو شوف السايتين بلاص، اذا شوفها غير تخرب النقطه شغلات. الحلويات هاي الديزيرت، هاي الديزيرت كلش طيبه. دي يتفرجون اليوتيوب مالتي. اي مع النقله مال العين تشوف هي اخذت لقطه يعني ثانيه واحده. ها رجع. الكنافه، عصير كوكتيل وعصير برتقال. المحل اسمه علي بابا، ومحل كلش حلو.
كلش عجبني. بس هم دا يتفرجون الفيديو مالتي ودا يضحكون لانه دائما انا اخلي بي شغلات غريبه. عارف كان ويانا رقم 99 سبسكرايبر، فخلي نشوف منو راح يصير رقم 100. انا رقم 99 دائما اتفائل بيه، وحارث صار 99. حمودي واني ويوسف همين ويانا محل علي بابا، الديكور بي كلش حلو، القعدة بي كلش حلوة. هذا المحل يبعد بي حتى يجي أردوغان ويجون بي مشاهير الأتراك، لأنه الديزاين مالته والترتيب مالته مش مثله بأي مكان بتركيا. كل نسوان ورياجي يجون يقعدون، الكل يستمتع بوقته، الكل فرحان. طبعا يوسل، بس احنا نسمي يوسل. Try to remember it after one hour. هو يقول له يوسل سهل، وهذه قلت له اتذكره ورا ساعة. طبعا ذاك الميز اللي هناك القاعدة بي أصلي. يوسل. هذه ثريات. جيبارا. جيبارا. اوكي. جيبارا. جيبارا. لحظة. احنا دا نقول جيفارا بس هو من كوبا، احنا دا نقول جيفارا بس هو من كوبا ولفظها بطريقة مختلفة. So you need to say the name. We say جيفارا and this is wrong. Oh, it's the real name is Ernesto Che Guevara. بس احنا سألت على everybody call him Che. 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 Yeah. So Che, everyone know him Che. Yeah, everyone know him. So what do you think about Che? Come in. There's not really much to say. He was really just fighting for what supposedly needed to be done. Yeah. But there's just a lot of different histories behind it. Either Fidel trying to kill it, or you know, he was an a-hole. I mean, I think it was okay. You think he was a hero? I do. Yeah. He was an a-hole, but he was a hero. Yeah. Some people in Iraq love Guevara very much. Not just in Iraq, everywhere they have on the t-shirt and stuff like this. Yeah, it's everywhere. It's really an international figure. But you know who was بلغ عليه هو كان راعي مال غنم؟ اي قال له ليش بلغت عليه؟ قالوا صوت الطلقات يضوج الخرفان مالتي. اي فهاي صارت مقوله. What happened is so you know, he came from Argentina and he started fighting a lot for Cuba and all that, and then he became famous and he started like pushing people. Yeah. So instead of fighting for, he was like abusing all the people. That's why. Yeah. And you know, that's why some people hate him, some people just like him. It just depends on which part of the view, you know, which part of which side you're looking at from. But a lot of people are, you know, like him. But you know, he did a lot of good things, but you have to know the real, the truth is from behind it. You know, I instead of coming to Turkey, I was gonna go to Cuba. You love it. Yeah, the deal they have the hotel and everything. So I was gonna book to Cuba. Because Falah was talking about it. Yeah, Falah wanted to keep it. Yeah, but when he told me about the hair thingy and I told him, I changed my mind because I want to do this long, long time ago. No, I told him he's going to Cuba now, and I'm going with him. Beautiful. Yeah. Beautiful. When I go, let me know. We're going together. Okay, man. I will. I will. Walk around the place. Yeah. This is going to be my first time over there, so. So, I mean, of course, I've never been to Turkey and to Iraq. Iraq, no. But Cuba is really similar to Turkey. Like street, how people are crying, people on the street, and the buildings, the architecture, it's really similar. Beautiful. Yeah. And Fala said that it's really alike with people. Amazing. He said he loved it. Yeah. I really, anything has
traditional anything that keep the oldest